قدمت إلى المملكة المغربية ضمن وفد للمجلس القومي لحقوق الإنسان في فعاليات تخص الشبكة العربية لحقوق الإنسان، لكن كان من الفرصة السعيدة أن ألتقي بالإخوة في حزب العدالة والتنمية ليعني تبادل الأفكار والخبرات والاستماع إلى أوضاع نستفيد فيها سواء في تجربة حزب العدالة والتنمية الحزبية والحكومية، يعني كتبادل خبرات واستفادة من هذا اللقاء الكريم المبارك إن شاء الله تعالى. أشكر الإخوة على إتاحة هذه الفرصة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن نزور المغرب دوما ويعني في مزيد من التقدم والرقي.